سؤالك ما لا تنقر ما يبين معك المعقول يبين هيك عمل لي زوم ما بيبين عسوس تمر هندي جلاب بس السوس اليوم عرق سوس اطيب شيء شو بتحب يا سلام لا بس انا من ايدك هي لايدك انت بدك تحدد لك انا اللي من ايدك هي لايدك حطها دقه انا من ايدك هي لايدك شو بتحب السؤال ايش بدك هات لنشوف في هاي قشطه هذا قرنفل مكفول مكفول هذا الحكي طبعا لك اذا اخذت هي مثلا انا وزرعتها اسمها قشطه بعد ايمت باكل قشطه لك هاي وردي هاي هاي وردي هاي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك. أحمد مدليج من عندان. من عندان الله أكبر. عندان بلدة كتير حلوة رائعة. نعم. قد ايش صاركم طالعين من عندان؟ صرنا سنتين تقريبا. سنتين. وتوجهت مباشرة على صوران. نعم. شو الشيء اللي لفت انتباهك بالقرية هون؟ طيبة قلبه. قلبه طيب. أيوة. وعندان. عندان أطيب. ما حد يقول عن زيته أكيد. أيوة. الله يحفظك. الله يكرمك. عندان. معروفة عندان أو بتتميز عندان بغيرها من المناطق بشو بتمتازوا؟ في تربتها الخصبة وفي نبعتها الصافية الماء الصافي اللي بنبعت عندان موجود في نبعت عندان ما شاء الله والله معلومات قيمة أنا بعرفها نعم يعني فيها اسمه جبال هضبة يعني سواحل يعني طيب لأي صف أنت موصل أنا للبكالوريا يعني البكالوريا معك بكالوريا؟ لا لسه ما أخذتها عملت هلا بكالوريا؟ لا والله بداية الأحداث وصلت للبكالوريا بعدين تركتها علمي ولا أدبي؟ لا والله أدبي أدبي يلا أنا شد الهمة وأقدم البكالوريا إن شاء الله حابب أسألك سؤال أنا معناتها من تحت البكالوريا ايه واذا بتجاوب عنه بتاخذ معي جائزه سؤالك ما لا تنقر ما يبين معك المعقول يبين هيك عمل لي زوم ما بيبين طيب سؤالك بيقول كلمه المشي الحثيث المشي الحثيث شو يعني يعني المشي الحثيث يعني ايه يعني مشي شو لا لا هدي فكر مظبوط المشي الحثيث يعني هرولة مثل هرولة يعني بسموه مشي بطيء أيوة ولا لا بطيء بطيء ولا سريع لا الحديث يعني مشي بطيء طيب هدي عليه شوي هلا انا عم بمشي هيك عادي وسطي هرولة يعني مشي حديث هرولة هرولة أيوة هو مشي ليس بطيء ايوه قريب على السرعه اكثر سريع ايوه قريب على السرعه ايوه نعم طيب بتربح معنا جائزه مقدمه من مشفى دواء رمضان كريم عدنا وعليك ان شاء الله بعندان باذن الله تعالى تعرف عليك اهلا وسهلا تعرف عليك الله. ابو ظهور من ادلب عدنان عبد القادر القيادي عدنان من ابو ظهور نعم ان شاء الله يخليك رجع قد ايش صار لك طالع من ابو ظهور والله صرنا بالضبط من 2011 على التمام تمام مستقر هون في صوران الزمان ولا صرنا سنتين بصوران على التمام تمام الله يحفظك ويبارك الله يسلمك شلون ميولك ثقافيه علميه والله البلد بتضل احسن من هون البلد بتضل احسن من هون تمام بصير. اكيد بس انت شلون معلوماتك انا بدي ربحك معي جائزه جاهز نعم تفضل انا كل ما بلاقي واحد ظريف مثل حكايتك بدي ربحه جائزه الله يكرمك شايفني ظريف انا والله من احسن ما يكون بس انت اظرف صاحب الاخلاق العظيم الله يحفظك الله يسلمك يا رب معي سؤال تفضل رح اسالك اياه قبل السؤال الصعب وانت وحظك ممكن تفوز معنا بسؤال الصعب او نحن ممكن نساعدك ونعطيك سؤال اسهل منه تمام الله يكرمك سؤالك بيقول في اي صلاه هذا سؤال جائزته قيمة كتير وإن شاء الله تكون أنت رابع فيها في أي صلاة قتل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أعلم بصلاة الصبح صلاة الصبح الفجر يعني قارئ هاي المعلومة شيء أنت ولا لا جاوبت لي هيك زتيتها صلاة الفجر يعني زتيتها ولا قارئة لا صلاة الفجر 100% 100% قارئة قبل هالمرة والله ما أتذكر بس يمكن 100% صلاة الفجر يعني ليش لأنه هي صلاة الفجر صلاة مباركة لأنه فيها يتجلى الرحمن إلى سماء الدنيا سبحان الله إن شاء الله هيك الله هيك يقدر علينا وعليك يقدرنا بصلاة القدر أولا ملتزم بصلاة الفجر الله والله جوابك صحيح وجائزتك قيمة الله كتير كبيرة وظريفة وجائزة كبرى هي عندنا هي عبارة عن سلة غذائية مقدمة من منظمة البنيان المرصوص مبارك عليك شهر الكريم جائزتك تستلم مباشرة بعد ما ننتهي من مقابلة جارك اللي هون إن شاء الله بتستلم مع الأهل الله يكرمك رمضان كريم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يعافيك تعرف عليك وسهلا احمد عطا احمد منين حضرتك من صوران بس شو يعني كنت في شيء بدك تحكي كنت مغترب يعني وبعد كنت برا البلد وين رحت على لبنان سوريا احلى طبعا صوران احلى لك شايف الاجواء الحلوه ونحن بهالشيء اللي فيه
مع انه ما حاصلين لا فيك تروح هيك ولا هيك، تسوى ألف غربي. بس في شيء هيك حنية دائما بترجعك لما بتكون انت مغترب للبلد وللجيران وللاحباب وكذا. شو ما اشتغلت هون بتتم انت هون بلدك، بتضل بلدك بتضل عايش. اليوم نحن محظوظين انه عم نصادف اكثر من واحد جلاب عرق سوس من البائعين، وكل واحد ما بيفشي السر لحدا. شو رايك بالمعلومه؟ يعني انت لما بتساوي العرق ما بتقول السر لحدا؟ لا ما حدا بيقول. يمكن بتحط بودره، يمكن ما بنعرف. لا ما حدا بيقول. اجباري. اجباري ما حدا بيقول. طيب هلا شو بتقول يعني انت على العرق سوس مثلا هيك قبل المغرب نص ساعه زمان؟ عندكم شعارات يعني انتم خاصه؟ في شويه شعارات بس واحد بدي ربحك جائزه فبدي اياك تقول كم شعار. عسوس تمر هندي جلاب بس السوس اليوم عرق سوس اطيب شيء. يعني انت اول شيء بتصفي ايه عرق سوس لك، بعدين بتروح على التمر هندي بتصفي حسب الشعارات بعدين بعدين طيب على العرق سوس. ايوه يلا معي سؤال ولازم ربحك معي جائزه. جاهز؟ جاهز. يلا بسم الله. سؤالك بيقول اكمل المثل الاتي. مثال، شو رايك بالامثال بالتابع؟ اعطيني مثل هيك استفدت منه بغربتك. ما بيجيبها غير بزندوق، ما حدا بيجيبها غير بزندوق. تمام. مثل ثاني اسمه هذا مثل المكتوب. طيب سؤال المثل اللي بدي اياك تقوله، عند البطون ضاعت ال ضاع التفكير. يعني مو تفكير ضاع. وين بتفكر انت؟ هذا ايش اسمه؟ عند الدماغ. ايوه. شو بسموه؟ العقل. العقل. فعند البطون ضاعت العقول. العقول. اليوم عقلك جاوبك على السؤال واحلى جائزة مقدم مشفى دواء. ان شاء الله رمضان كريم ينعاد علينا وعليك بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نتعرف عليك. عبد اللطيف يوسف الطالب من حلب. من حلب. نعم. من حلب أخي عبد الله. باب النيرب. من باب النيرب. قديش صار لك مترك باب النيرب؟ والله صار لنا شيء سبع سنين. سبع سنين تقريبا. سبعة ثمانية. انت وعائلتك موجودين هون؟ والله قسم هون قسم برا البلد، لبنان بيروت. تمام. ان شاء الله الله بيجمعك معهم يا رب. الله يسلمك. ببلدكم ان شاء الله. اليوم المعروك شغلك ولا انت بس بتجيب وبتتسوق وبتبيع؟ والله شغلهم ضيعة جم ضيعتنا. تمام. جماعة عندهم معمل طبعا بيجيبوا جاهز، بياخذوا جاهز يجيبوا عندهم. وبتتفق انت وياهم على نسبة معينة او كذا؟ اي نعم. يعني ممكن نحن اذا اخذنا لنا 3 كيلو 4 كيلو بتطلع التجره خسرانه؟ لا ما بتلعوز. انا حارين فيك. بيت السلامه. وانا احنا كمان. الله يجبرك عبد اللطيف. عبد اللطيف موصل المدرسه لاي صف؟ والله للتاسع. بس كانه انتم هذيك المناطق ما بتكملوا دراسه؟ لا النسبه قليله جدا يعني بالنسبه لاحياء شعبيه، يعني اغلبيتها يعني معتمدة على العمل بالنسبه للدراسه. صحيح. يعني نحن كنا بحارتنا بشي ما قرب 25-30 شاب. نحن كنا 3 ندرس بس. 25-30 شاب 3 ندرس. ومين كمل دراسة من هذول الثلاثة؟ واحد؟ واحد والله. واحد. حاليا هو بالمالية. نسبة كتير قليلة. قليلة نعم. كل حاليا الظروف أحيانا بتحكم يعني. أحيان. يلا معك سؤال ووراء جائزة. جاهز؟ أهلا وسهلا. يلا بسم الله. نصعب لك يا ولا نسألك يا؟ وسط. بتتابع رياضة؟ بتتابع رياضة؟ يعني شيء بسيط. يعني لمين بتتابع؟ والله كنت من زمان بس هلا صار لي فترة قطع. طيب سؤالك بيقول عم حاول سهل لك يا. كم يبلغ وزن الطفل الطبيعي عند ولادته تقريبا؟ الطفل لما بينولد 3-3.5 كيلو. والله معلومه دقيقه. نعم. وصحيحه. صحيح. وحلوه مثل حكايتها. الله يسلمك. الله يبارك. جائزه بس ما حلوه مثل حكايتها. مبارك علينا وعليك السلام الكريم. جائزه مقدم مشفى دواء. والله ما توقعت تجاوب. قلت يلا باخذك وبعطي معك وبدي ربح. السلام عليكم. قديش هي القطعه؟ خليك قاعد ارتاح ارتاح. الله يعطيك العافية. حياكم الله. السلام عليكم. نرحب فيك. نتعرف عليك. زهير كادك. زهير منين؟ من حلب. من حلب. منين من حلب زهير؟ صلاح الدين. من صلاح الدين. يا رب. شو عم تبيع اليوم؟ معروف. اسمع لي هيك اقعد قدامك. يلا خلي ايه هات لنشوف. شو عم تبيع اليوم؟ معروف والله وسوس. قديش اليوم الاسعار؟ بلا حق الله الطيبين. لك على راسي يا طيب. انت الطيب والله. يعني قنعتني وراح اخذ. لا شوي. طيب يلا. الشاب هون اعطاني مكانه. قلت لي من حلب. من حلب. ايوه. اليوم شلون الاسعار؟ والله الحمد لله ربعين يعني غالي. يعني غالية. برمضان هذا كان على سبب معيشة غالية. تمام. حسب المعيشة كتير غالي أكيد. الناس هون الله يصبرها. أمين. يعني مهجرين ناس حين. أمين. أجباري لازم. طبعا الحمد لله. الله يحفظك يا رب. حابب تربح معي جائزة؟ طبعا.
شو بتحب السلام؟ ايش الدخل؟ لا بس انا مين دخل ايدك هي؟ انت بدك تحكي ايش الدخل؟ لك انا اللي من ايدك هي لايدك هي حطها لا انا من ايدك هي لايدك شو بتحب السؤال؟ ايش الدخل؟ هات لنشوف بس كون خفيف كون خفيف يعني ما يكون طيب رح سهل لك اياه يلا بسم الله صلي على النبي اللهم صل وسلم سؤالك ما هو عدد ادراس العقل عند الانسان؟ 24 لا مو عدد الاسنان عدد ادراس العقل 2 2 ضرب 2 4 4 صح خلص بسم الله وهي جائزة وقدم مشفى دواء ان شاء الله رمضان كريم ينعاد عليك بالخير تعرف عليك مش اهلا وسهلا هيثم محمد من سنجار من ادلب من ادلب منين معرة النعمان المعرة كثير حلوة شو احلى شيء بالمعرة في شعبيات في الكنافة الاكل يعني طالع من الاكل شو هيك شيء الجامع الكبير في المتحف في كذا شيء طيب مسابقه مع حصولة رمضان مسابقه انت اليوم جاي شو جايب شو الطبخه اليوم جايب خبز ما شاء الله تطرى طال قديش عدد افراد الاسره عندي 5 اولاد 5 بركه ما شاء الله شو اسمهم راما وبراء وريتاج وعبد المنعم وحسين ما شاء الله يا اسماء كثير حلوه مثل المعرة طيب سؤالك اليوم مع جائزه بخص المعرة جاهز يلا سموها المعرة ليش عشان ابو العلاء المعري يا سلام نسبه الى ابو العلاء المعري وهي جائزه مقدم مشفى دواء ان شاء الله رمضان كريم ينعاد عليك بالخير والصحه السلام عليكم الله يعطيكم العافيه من صاحب البصه الحلوه حضرتك تعرف عليك صدام سراج علي من حيان من حيان الله يرجعكم يا رب لبلدكم مصلحتك هي او مهنتك ايه هذا شوف احكي لي شو احكي لي شوي عن انواع الموجوده عندك والورود وكذا تقرب لعندي لهون شوي يلا لهون لهون بعد اذنك تمام احكي لي في هي كبشوكه داخليه في كمان هي كريتوني هذول اعطيني الاهراب الاهراب هذول هذا جوري في هي قشطه هذا قرنفل مقفول هذا الحكي طبعا لك اذا اخذت هي مثلا انا وزرعتها اسمها قشطه بعد ايمت باكل قشطه لك هي ورده هي هي ورده هي تمام هي دلاله اسمها يا جوري قزم اسمه ما شاء الله حافظهم كم نوع عندك بالسياره مبدئيا اذا بدنا نربح جائزه ونعدهم في هاي غرطاسه طيب غرطاسه داخليه هاي شو ميزتها تركيه هاي شغل تركيه هاي تمام طيب نرجع لموضوعنا بقى هلا كم صرف عندك موجود في السياره في شهاده 30 40 صرف تقريبا يعني تمام قديش الاسعار تقريبا صار عندك من 3 ليرات تتوصل لل 200 ليره لل 200 ليره يعني قطعه قلت لي عليها شغل تركيا اللي مثل القطعه هي هي حقها 200 ليره اي طبعا 200 ايه مثل شيء كمان 200 ليره في شيء اغلى كمان طبعا تمام ان شاء الله الله يرزقك ويجبر عنك وبدنا نربحك جائزه ان شاء الله احنا برنامجنا برنامج حصولة رمضان لازم يكون في معنا رابحين فرح نسالك مباشره سؤال لاي صف موصل قبل ابو حميد لأي صف موصل؟ أنا والله للسادس للسادس أيوة. يلا بسم الله سؤال سهل خيو أيوة. تخيل معي بيضة أيوة. نزلناها بالماء تمام وطالعناها أيوة. كيف تطلع البيضة؟ نزلناها بالماء بيضة نزلناها بالماء أيوة. كيف تطلع البيضة لما ننزلها بالماء؟ بيضة طيب قرب لك ياها طيب أيوة. قطة أيوة. نزلت بالبير بالماء طلعت شلون طلعي؟ نعمل هيك ترجف شو بتكون؟ طوفان ايه لك لا بتكون هيك عم ترجف ليه شو صار فيها؟ البرد ايه يعني شو صار فيها لما نزلت على المي وطلعي؟ لك ايه شو؟ قطة نزلت ايوه بالبير بالمي ما بعرف شو صار لها وطلعت كيف تطلع؟ اعطيه خيارات لا ترد عليه طلع ايه بردانه لا مو بردانه لا ترد عليه بيخسروك مبلوله هذا سهل اسمك وبيضه نفس الشيء نزل شو تطلع مبلوله بما بننزله بالماء شلون بيطلع مبلوله او بتشتي نعم بتشتي هذول التشتات الحلوين حياك الله رمضان كريم علينا وعليك الله يسلمك معنا جائزه مقدمه من مشفى دواء على حيان ان شاء الله بنجتمع باذن الله تعالى الله يجبر عنا الله يسلمك والورد يلي بده يبيعه بده يكون ورد ورد الله يحفظك يا رب الله يكرمك يا رب كالعادة الكل عم ينتظر سؤال الحلقة لها اليوم عن سهله
واكيد ناطرين منكم اجابات سريعه وبشكل سريع. سؤالنا اليوم: سوره في القران الكريم لم تبدا بالبسمله، سوره في القران الكريم لم تبدا في البسمله. ناطرين تعليقاتكم السريعه، وعلى موعد الساعه 11 مع الاستاذ سلوى عبد الرحمن لاجراء القران ال25 الفائز، باجل يفوز فائز واحد فقط. انتظرونا بكره بحلقه جديده.